بمناسبة الذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، قامت جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع بابل بنشر المفارز في عموم محافظة بابل عند المداخل الشمالية وكذلك الجنوب والوسط. تعلمون أن الزيارة هي مليونية. تم تقسيم المفارز بالنسبة للمحور الجنوبي اللي هو مدخل محافظة الديوانية، جميع المحافظات تدخل من ذاك المدخل. تم نشر أكثر من 15 مفرزة بالإضافة إلى مفارز الأطباء وكذلك المسعفين الجوالة، وإضافة إلى سيارات الإسعاف الأولي، السيارات اللي منتشرة مع المسعفين. المفارز تم توفير فيها كافة العلاجات اللي يحتاجها الزائر. لدينا تنسيق مع دار الصحة بابل باشتراك بعض الأطباء وكذلك المضمدين وكذلك الأخوة اللي لديهم مهارة في عملية الإسعاف الأولي موجودين معنا في هذه المفارز. يوجد مراكز للمفقودين، يوجد كذلك لدينا عامة التفاصيل اللي يحتاجها الزائر، التوعية الصحية وكذلك الإسعاف الأولي وكذلك بالنسبة للأمور التي يحتاجها المراهم وأجهزة التدليك. تم نشر المفارز من محور الجنوب ابتداء من محطة الإسكندرية ونهاية بمنطقة الوند بالنسبة للمحور الجنوبي الشمالي عفوا، أما بالمحور الجنوبي ابتداء من نهاية حدود الديوانية وحتى منطقة أبو غرق دخولا إلى أطويريج مدينة كربلاء. وادي الدهس كثيرة، تعلم أن محافظة بابل جدا محافظة جدا تكون مزدحمة لأن السيارات ما تدخل إلى كربلاء، فيكون السيارات عموما في محافظة بابل. حالات الدهس كانت يعني موجودة، حالات الإغماء والإصابة موجودة بالنسبة للعياء، يتم نقلهم إلى المراكز الصحية والمستشفيات اللي موجودة بالتنسيق مع دار كذلك صحة بابل. يوجد تاهين يعني بعضهم ما نقدر نوصل إلى دويهم، يتم تسليمهم إلى الجهات المختصة ومن ثم يكون بعد ذلك يصارهم إلى محافظاتهم يعني إلى دويهم يعني لغرض التعرف عليه. الحمد لله يعني كافة الأمور والمعوقات هي يعني يتم التغلب عليها بالتعاون مع الجهات المختصة.